النقطة الثانية أبو عبد الرحمن، وهذا يمكن موضوع حتى يمكن كلنا كرياضيين فرحنا، لابد أن نأخذ تفاصيله، مو تفاصيل مملة لكن على الأقل بعض الجزئيات اللي تمت. يعني موضوع روما، نادي روما، دخولك على الخط، وكانت في صفقة قريبة أن نشوف شخصية كويتية تدخل من ضمن مجموعة، يعني البعض صراحة عتب عليك أبو عبد الرحمن أنك دخلت كبير، يعني دخلت على مشروع كبير، فطبيعي طبيعي ان لابد ان ترى شوي محاربه، ترى شوي صعوبات. فلو بادي مع انديه مثلا شوي خلينا نقول اقل ممكن شوي الامور تتسهل لك، لكن كويتي ويدخل يبي نادي روما شويه يعني صعبه ابو عبد الرحمن. لا الكبير صراحة، لا الكبير الله، احنا دشينا يمكن في امور ما تعرفها عني. انا كنت اصغر التجار اللي اشتغلت انا عمري 16 سنه، وبلش شغلي برا الكويت، وانا شغلي برا الكويت اكثر من الكويت. اللي ما يعرف فهد البكر عدل يعرف انا شغلي برا الكويت اكثر وايد من الكويت، وانا ريال العصامي، بنيت نفسي من نفسي الحمد لله. ويمكن الناس تستغرب انا ما فرقت معي، يعني على قولتهم تبي طقطق فوق ما طق تحت، وانا تعودت يعني الحمد لله عندي شجاعه وعندي الجرأه اني ادش. وانا لما دشيت ما دشيت بروحي، يعني انا داش وكنت صريح في برنامجك، انا دشيت معي جروب، ولليوم معي الجروب، ولليوم احنا في مفاوضات، وللحين انا عندي حلم. طبعا انا حلمي الاساسي انه يكون عندنا هني في الكويت احتراف، ويصير الامور ان خصخصه حقيقيه مش نصب احتيال، يعني هذه ندش فيها بتفاصيل وايده. هناك في اوروبا لما احنا دشينا ناس قاعد تفتح لك، ناس قاعد تعطيك في انكم. يعني اليوم انا خلني اكلمك بامانه، واتمنى الناس يعني تعذرني بالكلام ما هو منه، لان انا هذا نادي يعتبره بيتي. فبين مثلا انت لما تعطي اخوك ما تمنن على اخوك، انا نادي هذا بيتي فانا ما امنن. بس لو تحسب انا كم صرفت من دخولي للرياضه الى الان، ترى مبلغ وقدره. زين شنو العائد؟ ماكو عائد، يعني باللغه العاميه بيقولون هذا اهبل لاقي فلوسه بالشارع او شيء. انا ريال تعب على فلوسي، مو يعني تعبت عليهم، بس ان اقول ان هذا مكاني، نادي القادسيه بيتي يعني، وبالنهايه اللي دعمتهم اللاعبين هذول اخواني. زين بس لما تجي من الناحيه التجاريه انت ايش قاعد تسوي؟ كل اللي دشوا رياضه هم دشوا لاهداف سياسيه. من تبي اسمي لك اياهم بالاسامي؟ من تبي يعني كل من دش استفاد؟ انا دشيت ترى ما سجلت، الجمهور يدري ترى انا السنه اللي طافت يمكن مشطوب ما ادري، بس ان انا جميع عموميه السنه اللي طافت مسجل. اوكي فانا يعني مو مثل ما قالوا هذا طمعان يبي يدش مثلا كرسي مجلس اداره ويبي ينزل مجلس سمه ويبي يروح، لا انا مالي بهالامور. انا فعلا لما دعمت نادي القادسيه وللاسف حوربت حتى في دعمي للاتحاد، واقولها يعني على الهواء، مره احد الناس الكبار سالوني كان انت ليش تدعم الاتحاد الكويتي؟ قلت له عفوا اسمه الاتحاد الكويتي مو اتحاد طلال فهد، انا ما دعمت منتخب الكويت مو دعم طلال فهد. فوصلوا معانا الناس ان الى الان، وحتى الاتحاد هذا الحين الموجود انا طالبهم فلوس، ما رحت وبطلت ولا قلت. يعني شفت السبريهات هذه الحكام كلها قاعد يرشونها بالملعب، هذا انا وكيله ونزلت الطلبيه وما اخذت ولا دينار. احنا ندعم منتخب ما ندعم اتحاد، عشان كان في طلال فهد، كان الحين احمد اليوسف ماسكي، ما رحت دزيت مندوب قلت لا يبا تعال اعطوني فلوس. عرفت؟ فالناس تفهمها دائما ان انت تبدش لاهداف سياسيه. اذا تجاريا انا بقول لك يا صار تخصيص اشتري نادي الساحل، ما اروح نادي القادسيه، كل يبي نادي الساحل على البحر، انا ادش نادي الساحل. زين اذا بكلمك تجاريا، بس انا اقول لك عاطفيا لا، انا احب نادي القادسيه. الكويت هنا احنا بيئه طارده، يعني طارده بكل معنى الكلمه، ويمكن احنا عايزنا نطلع ونتكلم ولكن لا حياء لمن تنادي. الديره ما تبي يعني، والحلول انا مستعد يجيب لي اكبر واحد يناظر معاي، انا اسوي لك الاحترافيه اختصر لك اياها بساعه، والدوله ما تدفع. زين وفي انكم مثل ما سووا الدول الثانيه وسهله. ابسط مثال عشان لا اطول عليكم، احنا ما عندنا قانون ضرائب. عندك قانون ضرائب؟ ما عندك. مناقصات اللي صار لهم سنين ياخذون من الدوله مليارات. زين احط 1% طابع دعم الرياضه، اذا اذا اذا, إذا من المبلغ هذا، هذا ال 1% من المليارات، زين انا اسوي لك اقوى منتخب واقوى انديه واقوى من